وقد أجرت القاهرة الإخبارية لقاء خاصا مع الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أوضح خلاله أن الحرب على غزة تتصدر مناقشات القادة العرب في قمة البحرين، ومؤكدا أن القمة ستؤكد على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية. السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أهلا بكم ضيفا على شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا بك. كيف ترون الظروف التي تنعقد فيها هذه القمة؟ طبعا ظرف صعب، ظرف دقيق، الحرب على غزة لازالت مستمرة، لكن هي قمة عادية في النهاية، وبالتالي تتعامل مع هذا الظرف ومع كل الأوضاع العربية بالشكل اللازم، وهي سوف تأخذ وتعتمد قراراتها بما يحقق المصلحة العربية إن شاء الله. القضية الفلسطينية في قلب الاهتمامات وفي صدارة اهتمامات القادة العرب، إن شاء الله تكون القرارات المعتمدة يعني تلاقي شيء من الرضا من جانب الرأي العام العربي. ما المتوقع من هذه القمة فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني؟ دي يا أستاذ أمل، دي أمور وموضوعات محسومة. حقوق الشعب الفلسطيني أمور محسومة بالنسبة لا يناقشها العرب. العرب يناقشوا الوضع الإجراءات الاحتلال، حرب الاحتلال، الإجراءات الضاغطة على الفلسطينيين، بيناقشوا هذه الأمور وبيتوصلوا فيها إلى إجراءات، مواقف سياسية، وعندما يتطلب الأمر إجراءات بياخدوا إجراءات. فده اللي احنا بنعمله، وهذه القرارات اللي اتخذت إن شاء الله تشوفوها بعد يومين، يعني يوم الخميس إن شاء الله هتجدوا أنه الموقف العربي السياسي موقف جيد ومحترم. كيف تفسر ما يحدث من التخاذل الدولي تجاه ما يحدث في غزة؟ شيء مؤسف، وللأسف الموقف الأمريكي، الموقف الأوروبي، احنا بنشوف مواقف في غاية التخاذل. الموقف الأمريكي بالذات، احنا يعني طبعا رغم انه الولايات المتحدة حاولت قدر إمكانها انها تعمل شكل من اشكال التوازن من وجهة نظرها، انما لم يعني هذا الأمر لم يحدث بالشكل الذي يرضي الجانب العربي، ولم يحدث بشكل عام. وأعتقد أنه يعني الكل الرأي العام العالمي فهم وأدرك صعوبة هذا الوضع وأدرك المواقف وسقطت كل الأقنعة. أخيرا سيادة السفير، كيف يمكن تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة؟ شكل العمل العربي مستمر، العمل العربي بيشتغل بشكل لا كلل فيه. اللجنة العربية المعنية بدعم الوضع الفلسطيني اللي كانت بتترأسها السعودية تحت رئاستها للقمة، دلوقتي تترأسها البحرين، إن شاء الله هذه اللجنة يعني لا تتوقف عن العمل وزيارة العواصم واللقاء مع الوزراء والقادة. العمل لا يتوقف، المجتمع الدولي يعني لا يريد أن يأخذ موقفا حاسما من إسرائيل بفعل فاعل نعلمه جميعا، لكن الصبر مطلوب، وإن شاء الله نصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة قريبا إن شاء الله.